خلينا نرجع للموضوع السياسي. الميثاق هذا عرفته على الأحزاب السياسية وعلى المنظمات المجتمع المدني، وشنو مواقفها؟ في الحقيقة اللي عرض مواقف إيجابية في العموم، لكن تعرف الجدل السياسي اليوم في تونس مازال محتقن. نحن نحاول تشكيل جبهة مساندة للعيش الزمال، وتوجهنا بهذا الميثاق السياسي في نقاطه الواضحة نحو مختلف الأحزاب، ومازلنا بصدد الاتصال ببقية المنظمات والجمعيات. تعرفوا أنه غياب سيد عايش الزمال يعني مؤثر جدا، لأنه حضوره الشخصي وقدرته على التحاور، وقدرته هو شخص يبعث على الثقة، دونك حضوره مؤثر علينا على العمل الحملة. ولكن رغم ذلك نحن نحاول أن نتصل بالجميع، ما عندنا حتى فيتو على حتى حد دون إقصاء، نتصل بالجميع ونعرضه بالجميع، وفما تجاوب إيجابي. تذكر مهدي أنه في دستور 2014، ومن أبرز الانتقادات الموجهة لدستور 2014 هو أنه صيغة بشكل ترضيات لجميع الأطياف السياسية، يعني اليمين رضى اليسار واليسار رضى المحافظين، والميثاق يظهر نفس الشيء، كأنه أراد أن يتجنب استفزاز كل الأطياف السياسية، كأنه برنامج ترضيات لكل الأطياف السياسية ما غير ما يدخل في جدل ما بين يمين ويسار وسط وما أعرفش كذا. هو في تونس معناها نحن أي حاجة تجي لتونس نحاول حتى به نعملوا لها معناها حاجة، يعني التوافق السياسي في تونس صار ديما كلمة توافق تتربط بالمغشوش، والتسويات والترضيات في تونس صارت ديما علامة على حاجة سلبية، وتشكيل فريق حكومي ائتلاف حكومي صار صورة سلبية، في حين أن الديمقراطية الحقيقية والمجتمعات المتطورة هي المجتمعات التي تبنى على التسويات الكبرى، التسويات التاريخية الكبرى. الدستور يجب أن يرضي الجميع، الأقليات الصغرى والكبرى، أخطره دستور الناس كل. لا يمكن للدستور أن يكتب بالمغالبة، ولا يمكن للديمقراطية أن تبنى بالمغالبة، بالعكس الديمقراطية هي بالضرورة تسويات وتوافقات. ونحن في تونس علينا أن نتعلم كيفاش نعمل التسويات هذه، لأنه في الحقيقة كلنا ربيت تاع استبداد، نحن كلنا تربينا في الاستبداد، ومختلف العائلات السياسية التونسية، حتى عائلة ما كانت عائلة ديمقراطية، لا اليساريين كانوا ديمقراطيين، ولا الدساترة كانوا ديمقراطيين، ولا القوميين كانوا ديمقراطيين، ولا الإسلاميين كانوا ديمقراطيين، كلنا أبناء هذا الاستبداد، وكلنا أصابتنا لوثة الاستبداد بشكل ما، ولذلك نحن نتطهر معناها تدريجيا من هذه اللوثة تاع الاستبداد، ونتعلم العيش معا. صحيح هو يرضي الناس الكل، ولكن رضاء الناس غاية لا تدركه. نحن ماذا بينا الناس الكل يرضاو على الميثاق هذا ويجوا يصوتوا العيش الزمال يوم 6 أكتوبر، وماذا بينا أنه التوانسة بعد 6 أكتوبر يدخلوا مرحلة جديدة فيها القواسم المشتركة، نتفق على قواعد العيش المشترك، على قواعد الإدارة المشتركة للشأن العام، على حوكمة جديدة للشأن العام، حوكمة جديدة للاقتصاد، حوكمة جديدة للبيئة، حوكمة جديدة لمستقبل أبنائنا وصغارنا، باش نجمو نعيشوا مع بعضنا.